مواقع التواصل الاجتماعي هي حديث الساعة. صحيح. دائما ديالا أصبح الجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء كبالغين أو مراهقين أو حتى أطفال أو أطفال. صحيح. وفي حين أن فوائد هذه المنصات لا يمكن إنكارها، فقد ظهرت مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة العقلية مهران، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة. دراسة قد تقلق الكثير، العديد من الدراسات الحديثة ديالة تشير إلى أن الاستخدام المفرط لهذه المنصات يمكن أن يساهم في العديد من المشكلات، بما في ذلك الاكتئاب، القلق وأيضا الوحدة. وبحسب الخبراء، فهم هذه الارتباطات بين منصات التواصل الاجتماعي والصحة العقلية يمثل أمرا بالغ الأهمية من أجل تطوير استراتيجيات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على رفاهية الشباب. نعم، طبعا دائما للحديث أكثر عن هذه المواضيع ديالا نستضيف خبير في هذا الشأن، ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نخوض أكثر في هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة إيلين الحداد، اختصاصية ومعالجة نفسية. دكتورة صباح الخير، أهلا بك في برنامج هذا الصباح. صباح النور. دكتورة، أنا دائما كنت متخوف من شغلة مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن ديالا بتوافقني الرأي، أنا مش كتير فعال على مواقع التواصل. ما يخصها في التواصل الاجتماعي، طلع معي حق بالنهاية، يعني تؤدي إلى أمراض عقلية. طبعا هلا مش ضروري تؤدي الى امراض عقليه كل من استخدم مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا لا، بس كيف بنستعملها، الكميه اللي بنستعمل مواقع التواصل فيها كلها بتاثر على هذا الموضوع. تمام. انا طبعا ما ايد مهران هذا الراي، انا الجهه الاخرى من الحوار او من وجهه النظر، انا مع التواصل الاجتماعي لان احس انه فادنا كثير، وايد وايد فادنا. يعني صح انه سلاح ذو حدين، أثر علينا، ونحن في موضوعنا اليوم نقول أنه يأثر، دراسات تبين أنه يأثر على الصحة العقلية، اكتئاب، قلق، ولكن في جوانب معينة. يعني مثلا صار في قلق عند الكثير من النساء في موضوع الجمال، ما يقدرون يطلعون بدون الفلتر، صار عندهم مخاوف من موضوع الإظهار الشكل الحقيقي. فشو رأيك في هذا الموضوع إلينا؟ مزبوط. وهون بنرجع للي قلته أول شيء، إنه حسب كيف بنستخدم مواقع التواصل، وطبعا الموضوع نفسه ممكن يأثر عليك ما يأثر ذات الشيء علي أو على شخص تاني. هون بتفرق عن شخصية كل شخص، عن الكاركترستيك إذا بدك تبعه، يعني طريقة التعامل، طريقة كيف بيعبر، كيف بيستوعب الأشياء. هلأ الموضوع الفلتر اللي هو أكتر شيء عم بيصير عند النساء، إذا بدك من العمر اللي ببلش من المراهقة لا قد ما بدك أعمار، ليه عم بيأثر؟ لأنه كتير عم نشوف أنه هيدي هي صورة المرأة، صارت هاي هي الصورة المقبولة أو العالم أو المجتمع اللي هي بتطلبها، خصوصا أنه هو الفلتر عم نترجمهم إذا بدك بحياتنا اليومية خلال البوتوكس، خلال الفيلرز. مش ضروري هيدا الشيء يكون دايما سيء، بس كمان الإفراط بالاستعمال فيه عم بيخلينا نشكل أنه أنا صرت بشبه هيدي الصورة اللي عم شوفها اللي هي خيالية، اللي هي منا واقعية. فكرمال هيك عم بيصير مثل شوي بين تحدي، مين أجمل، مين شكله بيشبه الفلتر. ثقة بالنفس في هذا الموضوع مهمة. أنا حتى يعني أستغرب من بعض الأمهات اللي يحطون الفلاتر على أطفالهم. يعني حتى الطفل بيكبر يتعود أنه هذا مو شكله الحقيقي، اللي يعني متعود يكون على الفلاتر هذه، فأتوقع يلعب دور جدا كبير في موضوع الثقة بالنفس. أيضا في الصحة العقلية للرجل، هلا أنتم بتستخدموا الفلاتر، الرجل يشوف صورة والواقع صورة أخرى، شو رأيك دكتورة؟ فيصاب بخلل عقلي عنده. كرمال هيك عم أقول إنه في كتير صار في إذا بدك حافز للنساء إنه روحوا عملوا شبهوا الفلتر اللي هو خيالي، وعملوا شو ما بتقدروا لتشبهوا هيدا الشيء اللي مش موجود، كرمال كمان الرجل يتقبلكم، مع إنه صحيح. وهون بنرجع يعني ضرر على الطرفين. مزبوط مزبوط. وهون بنرجع انه نحن عم نستعملها، او اللي عم بيزيدوا الافراط بالاستعمال له الفلترز هو غطاء لقلة الثقة بالنفس. نعم. واحدة من المواقع من يومين يعني طلعت بحملة جدا جميلة بان تحدي لكل النساء ببدء الظهور بدون اي فلاتر، فاعتقد هذا النوع من الحملات جميلة اذا استمرت واذا قدرنا نتقبلها. هناك أيضا دراسات أخرى تقول أن المواقع التواصل الاجتماعي تأثر علينا في موضوع الإدمان،
صار عندنا إدمان على الإنترنت، على أن نحن نكون دائما متواجدين في هذه المنصات. يعني جانب سلبي كذلك في هذا الموضوع، والتوازن مهم. شو رأيك أنت إلينا؟ بالنسبة لموضوع الإدمان، هو مثل حيالة موضوع تاني، يعني الإدمان على حيالة موضوع تاني. أول شيء منبلش نحن هيدا شيء جديد عم نختبره، ما منعرف شو هو، منبلش نكتشف، منلاقي طبعا مثل مواقع التواصل في كل المواضيع، يعني إلا ما لقي موضوع بيجذبني أو بهمني، أو خصوصا لما يكون أنا عندي نقص بموضوع معين أو ما بقدر أعبر عنه وبلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، بلاقي أنه أوكي. فمن هون بتبلش العملية. هلأ كمان بتفرق عند الأشخاص، أنا في يكون شخص بقدر اكتفي بالموضوع اللي عم شارك فيه أو بالموضوع اللي عم بقرأ أو 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 بقدر أكون كمان شخص عم بفوت أكتر، ما بعرف أي متى بوقف، ما بعرف أي متى هيدا الشيء بصير سيء لإلي بدل ما أكون عم بستفيد منه. وهون بتبلش الحالة، إذا بدك من إلا الدومينو إفكت، يعني أنا ببلش بشيء بأدي لحالة تانية، هالحالة بتأديني لأكون عم بعمل إدمان أكتر وتتراكم. طيب الأمور، طرحتي موضوع جدا مهم دكتورة، متى بوقف؟ يعني أنا متى أشعر نفسي أنه لازم هلأ أوقف عن الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والانعزال عن الحياة العادية؟ هلا هذا السؤال كتير بينطبق على الأطفال وعلى المراهقين. ليه؟ لأنه كتير بيقولوا أنه أكتر عالم، أكتر فئة عم تتأثر من هذا الموضوع هن الأطفال والمراهقين، لأنه ما بيكون عندهم النضج الكافي ليعرفوا أنه هذا الشيء سيء لإلي إذا أنا فرطت بالاستعمال أو إذا أنا زدت الاستعمال. كل ما نكبر كل ما نعرف أنه أنا هلأ ما بقى بدي، أنا هلأ لازم أوقف، لأنه كمان عنا انشغالات، كل ما نكبر عنا مسؤولية أكبر عنا بالشغل، فمنصير نضطر أنه لو أنا بدي كفي عم بستعمل المواقع التواصل بس عندي شيء تاني أعمله، شيء أهم أعمله. يعني رغم أنا شوي بعارضك بهاي الفكرة دكتورة، لأنه فعلا الواحد ماسك الموبايل بالسيارة بالبيت أول ما ينتهي من عمله، مع في عمله أثناء بالبريك، يعني أصبحت الوسائل متاحة أكثر. مزبوط، بس هون الشخص كمان هو بده يعالج حاله بحاله. يعني أنا بدي أكون مسؤولة إذا أنا بدي استعملها أنا وعم سوق لأتفادى مثلا حادث. صحيح. أو إذا صار معي حادث، مفروض من بعد ما يصير معي حادث اتعلم هيدا الشيء أنه أنا ما لازم استعمل. هاي هي التنبيهات اللي لازم واحد يتنبه منها، أنه أنا بدأت أدخل في الإدمان هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. مزبوط، وأول ستيب أو أول خطوة لتعرف هيدا الشيء أنه أنت تعرف حالك أنه أوكي في شيء غلط، عم زيد الاستعمال، فلازم انتبه لهالموضوع. هلا كيف تنتبه؟ إذا أنت منك قادر تسيطر على حالك، يمكن تستعين بأصحابك، بالأشخاص القريبة منك أنه ساعدوني لوقف، نبهوني. ما قدرت أكثر، هون بصير ما تمسك بتصور أنت اللي لازم تساعد العالم. ما شاء الله ديالة ناشطة يعني كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بس في موضوع وايد مهم، ما أدري إذا أنت إلينا من الناس اللي يمكن عندهم هذه المشكلة أو لا، أو أنت مسيطرة عليها، موضوع ما قبل النوم، يعني مواقع التواصل ما قبل النوم، خصوصا تيك توك. يعني صار عند كثير من الناس لما أجلس ويا ربيعاتي يقولوا لي نحن نكون خلاص بندخل داخلين مود النوم، يعني مسكرين الإضاءة وكل شيء، من نمسك التليفون فيديو ورا فيديو، صورة ورا صورة، تمر ثلاث ساعات الواحد بدون ما يحس، يفقد حتى إنتاج هرمون الخاص بالنوم، يعني اللي يساعده لأنك إنك أنت ترتاح، فبيأثر حتى على سلوكك في اليوم الثاني أو حتى على يعني الدوام. طاقتك اليوم الثاني. فهني هذه مشكلة أيضا لينا، كيف نحن نقدر نحلها؟ طبعا هون بنرجع للدومينو إفكت اللي كنت عم بحكي عنه، إنه منكون مبلشين بموضوع معين منوصل إنه تاني نهار ما رحنا على الشغل أو رحنا وما قدرنا نكون productive أو منتجين. كيف بدنا نسيطر عليه؟ بنرجع منعيد إنه أول شيء وأهم شيء إنه أنا أعرف إنه أنا عندي مشكلة أو إنه أنا في شيء لازم عالجه، لأنه إذا طول ما أنا بحالة إنكار إذا بدك ما رح أعرف. قد ما حضرتك تجي تقولي لي مثلا أنه لازم تنتبه لهالموضوع، لازم تشوفي شوفي حالك كيف عم تعمل، إذا أنا مني مقتنعة ما رح أشتغل على الموضوع. فأهم شيء وأول شيء أنه ننتبه على حالنا نحن، أنه أنا عندي مشكلة، صارت هيدا الشيء بتأدي لي لمشكلة، إيه
بس أعرف أنه هيدا صارت مشكلة، هون بدأ ألجأ للحلول أنه أنا شو بقدر أعمل لحد من هيدا الموضوع. طبعا مجرب ما عم بقدر، بجرب أمنع حالي، بجرب حط روتين يومي أنه أنا مثلا بدي أستعمله ساعتين بدل ساعة قبل النوم. هو طبعا هيدا ما أنه الحل، بس مرة عمرة بصير خفف بشكل تدريجي يعني. طب دكتور، من خلال مجالك اجتك حالات معينة قالت لك أنا مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يلجأ إلى الطبيب أو الدكتور النفسي؟ طبعا هلأ الإدمان هو يعني حالة في يكون الإدمان على أي موضوع، فأنا لما يكون عندي إدمان على موضوع معين هيدا بيعني أنه أنا عندي نقص بمحل معين. فعادة الأشخاص اللي بيجوا لعندي بيكونوا عم بيفتشوا إذا بدك ليملوا الفراغ اللي هو عنده نقص بذاته بحاله بشخصيته. فكرمل هيك نحن بنشتغل على هذا الموضوع، لأنه الإدمان على مواقع التواصل لنقول هو ما بشكل أنه أنا بس كرمال مواقع التواصل الاجتماعي كرمال بحبهم أو كرمال مبسوط فيهم، لا، هي لأنه عم بتنسيني مشاكل أو تروما صايرة معي بحياتي من زمان. فأنا 100% فأنا عم غطيها بأنه استعمالي لمواقع التواصل لأهرب من الواقع اللي أنا فيه. نقدر أيضا نقول للمشاهدين أن يعني كل واحد يقدر يشوف في تليفونه هناك خاصية معرفة نسبة أو مدى الساعات اللي يعني استغرقها في حمل الهاتف المحمول، وفي كل موقع حتى كم دقيقة. فالواحد ينتبه لهذه الأرقام ويشوف نفسه ويحاول يسيطر عليها ويقللها قدر المستطاع إذا كانت بدون فائدة. طبعاً. شكرا لك على وجودك معنا اليوم دكتورة إلينا الحداد، طبعا استشارية نفسية. شكرا لك على وجودك وعلى وقتك. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك.